وصلتوها للناس، مصر وصلتها للناس. اسمعوها. دكتور مبروك، ما هو تعليقك على إيمان بعض الأندية المصرية بوجود سحر وأعمال تسببت في خسارة مباريات وبطولات؟ إيه رأيك؟ بداية وبكل هدوء، بس لو حضرتك سألتني هل يوجد ساحر في الملاعب، هقول لك طبعا في ساحر في الملاعب، قائم على حاجتين. دايما قبل السحر بيبقى في عمل، فالعمل اللي بيتعمل هو التدريب، والسحر اللي بيتنفذ يوم المباراة هو المهارة واللياقة البدنية، وباختصار شديد جدا الفروسية بتاعت اللاعبين مع أخلاقهم مع كل حاجة. لكن السحر بمعناه اللي جه في التقرير وبخور وسواد وترب وعلو وسفلي، فكل ده لا أساس له. تلاقي الواد قد كده وقدامه ثلاثة من منافسيه ويلاعب الثلاثة ودخلها جون برجل شمال، ده سحر من عبقريته وموهبته وتدريبه ومحافظته على لقمته وبعده عن الخمر والنسوان. ينام كويس، يتدرب كويس، يبقى ساحر. يقول مبروك عطية: اللاعب لا يسحر، وإنما اللاعب يسحر. يسحر الأعين الناظرة إليه بعبقريته وبتدريبه وبالمحافظة على لياقته البدنية وروحه الخلقية وغير ذلك من المؤهلات والمسوغات التي تجعله يسحر أعين الناس. دكتور، لكن نعم دكتور، في مداخلة من الكابتن ميدو معاك، تفضل يا كابتن. يعني انت حضرتك بتقول بعد كل اللي احنا شفناه ده ان مفيش سحر في الكوره، صح؟ ولا في الكوره ولا في غيرها نهائي، لان احنا قلنا في خلال حديثي ان ربنا نازل سورتين اتنين، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، قضت على كل عمل لابن ادم كان يعمله قبل هذا الدين. حضرتك تشوف وانا اشوف وتشوف العجب من التخاريف والدجل، لكن لا يؤثر ذلك. وأنا سمعت يا كابتن حوارك، ليه الأهلي بينزل ثابت وليه الزمالك بينزل أقل ثباتا منه؟ وحضرتك قلت إجابة ترضي الله وترضي الرسول صلى الله عليه وسلم وترضي العقل، وهي ان الاهلي بينتصر كتير وداخل عنده الثقه وداخل كذا. ده الكلام الذي يقبله الله ويقبله الرسول. لا، لم يعرض باقي الكلام وهو الاهم. نقوله ولا نسمعه منه؟ لا قول. يعني حضرتك بتقول، ده السؤال الثاني بتاع ميدو، بعد كل شفناه ان مفيش سحر في الكوره، صح؟ لا في الكوره ولا في غير الكوره، ده كلام الشيخ مبروك. لان احنا قلنا ان ربنا نزل سورتين وقالهم الشيخ مبروك، بس قال ايه؟ ولا يفلح الساحر حيث ولا يفلح الساحر حيث، يعني حيث في نفس القران اللي هو بيستدل به ان في سحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. يبقى يعني بيلغي. هنشوف بقيه الفيديو على فكره لانه مهم جدا. هنقدر نجيبه؟ طب ما نسمعه منه بدل ما نقعد نتكلم. طيب، يعني على ما يجهز. طيب، لانه هو اكد على الحته الشرعيه بتاعت السحر وتاثير السحر. ولا يعني الاهم من، يعني كنت اتمنى انها تيجي على بعضها. لانه ان اللي بيقول السحر، تملي السحر بيجي في القران، اجت سيره السحر، بس الناس ما بتكملش بقيه الايه زي ما قال الشيخ مبروك عطية، انه ولا يفرح الساحر حيث أتى. يعني ما تضرون بشيء الا باذن الله، هذه اراده الله مش السحر. ايوه،
انت وما هم بضرين به من احد الا باذن الله. معنى الايه يعني عشان ما يبقاش يعني انا مش عايز، انا خايف يجي يقول لي تغلطت ولا بتاع. انا اتمنى اسمعها من الشيخ مبروك حتى لو تجهز بعد كده يعني، لان مهمه. وبصرف النظر بقى، دي مرحله الانتقال، بدا ميدو ينتقل من مرحله رفض فكره والسخريه من فكره السحر، وان ازاي كان بيجبر على انه يصطحب ساحر معاه او شيخ يسحر، الى انه بدا يروج ويقنع نفسه تدريجيا لا ما فيش حل بقى للآلة ده غير انه يكون بيلجا للسحر، فتاتيه الاجابه القاطعه المانعه من رجل فقيه في الدين عشان يقول له القران ما قالش كده، انت ما بتكملوش قراءه الايه عشان تستدلوا فقط بطريقه لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. يعني هي في مش تقول خلاص ربنا قال ما تصلوش، لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. هكذا في موضوع السحر، اقروا الايه على بعضها واستمعوا الى تفسير الفقهاء عشان نقدر نحسب هذا الامر. وحتى لما ما كانش جاهز دلوقتي من فضلك جيبوا لنا بقيه التفسير. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. ما تخافش على الاهلي،